تلقاه كذلك. اذا ملي كنتحدث على مساء النور مساء الانوار، انا كنشوف لي كومونتير غير باش ما ياخذونيش على الدرس وما ناخذش من وقتكم. انا عارفه الله يحسن الاعوان كاين بزاف ديال الالتزامات، وبالتالي انا كنقول لكم من هنا على ان اللايفات راه كيبقاو مسجلين. كان واحد سوء فهم على ان حنا كنحذفوا اللايفات او بغينا نحذفوا اللايفات، لا ما بغينا لا نحذفوا لا لايفات لا والو، ولكن كاينين اللايفات كيتسرقوا، كاينين الاساتذه الله يهديهم ما تخدموش على راسهم، يكفي انه كيجلس بهيوا ولا كيتفرج فيك كيهز داك الشيء اللي قلتي وكيمشي حتى هو يدير به لايف. اذا انا كنفضل كل استاذ يخدم على راسه، كل واحد يعطي البصمه ديالو باش يكون اغناء للساحه الفلسفيه وحتى الساحه الفكريه والتعليميه بصفه عامه، يعني باش التلاميذ يلقاو حتى المترشحين الاحرار يلقاو افكار متنوعه ياخذوا من هذا شويه هذا شويه. الا كنا غا كوبي كولي اللي يسمع لشي واحد، هذا اولا تيبين على اننا ما مكونينش، تيبين على اننا ضعاف وما عندنا ما نقولوا، كنسرقوا هضره واحد اخر. اذا كل واحد يعتمد على راسه ويعطي ما عنده، عوض ما نبقاو حاضين هذا قال هذا دار ونشوهوا في صفحه الفريق لا راك حيدوا اللايفات لا اجيو عندنا ما نجيو عندكم. حنا ما تنبيعوا والو هنا الحمد لله، العلم لا يباع ولا يشترى، حنا تنقدموا هنا مجانا. كيف ما قلت لكم الحلقات ديالي ان شاء الله غتكون للتوعيه بعدا باش نكونوا حنا شخصيات ونسخ افضل عن انفسنا ونفهموا الفلسفه مزيان، راه حيت حنا واخدين فكره مغلوطه على الفلسفه. كيصحابنا الفلسفه عباره عن نظريات في السماء وما عندها حتى علاقه بالواقع وصعيب تفهمها وخاصك غير تحفظ ودوز الامتحان او تنقلوا. لا 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 لا، فلسفه واقع، فلسفه كنعيشوها يوميا، فلسفه كتعيشها مع مول الحانوت، كتعيشها مع وليداتك، مع باك، مع اخوك، مع الاصدقاء ديالك. وقد ما فهمتي المواضيع الفلسفيه قد ما الشخصيه ديالك غتكون افضل وغتعرف التعامل بشكل افضل وشخصيتك غتولي قويه. انا من هنا نقول لكم بغيتوا شخصيه قويه فهموا الفلسفه وعطيوها الخاطر وسمعوا مزيان. والحمد لله انا كنشرح بالدارجه وكذلك كنبسط الامور وكنربطها بالواقع، اذا سهل علينا نفهموها. بالاضافه واحد الحاجه بغيت نضيفها قبل ما نبدا الله يرضي عليكم، الناس اللي مهتمين بالدروس بشكل متسلسل، انا هنا غندير لايفات، ولكن مثلا كاين اللي كيبغي درس قصير مبسط ما عندوش الوقت 10 دقائق او 12 دقيقه، راني دايره واحد السلسله ليكم في اليوتيوب كنحطها. يلا درت الحلقه الاولى هضرت على جميع الدروس اللي عند جميع الشعاب وكيفاش تضبط ماده الفلسفه، والحلقه الثانيه غنبقى نحط كل اثنين حلقه، اذا كل اثنين حلقه خاصه بمحور. مثلا هذا الشخص الهويه اللي غنشرح لكم اليوم هنا وغندردشوا فيه شويه نوضح لكم وشويه غنقلب الكاميرا باش نخدم بالورقه والستيلو، الناس اللي ما يقدروش يتبعوا معايا هكا شفويا غادي نقلب شويه الكاميرا وغادي نخدم بالورقه والستيلو تشوفوا داك الشيء مكتوب واضح. والناس اللي كيبغيو يراجعوا وكيبغيو فيديوهات قصيره هكا يستافدوا منها، راه انا درت واحد السلسله خاصه بالثانيه بكالوريا بتقنيه الانيميشن هكا ليزانيماسيون مع الكتابه بالالوان بحال الباوربوينت، وهذا كتوضح لكم المسائل. اذا اول حلقه غنحطها يوم الاثنين ان شاء الله، وكل اثنين غتلقاو محور حتى نكملوا المقرر الدراسي. بان لينا الوقت غيدرك لنا نقدر نحط لكم جوج حلقات في الاسبوع، راني درت الحلقه الاولى حتى تشوفوها وبالبع ان شاء الله نتبعوا باقي الحلقات. اذا بالنسبه للمباشر ديال اليوم اشنو بغينا نقراو فيه؟ بغينا نعرفوا فيه التالي، اول حاجه شنو كنقصدوا بالشخص، حيت الا ما فهمناش كذب عليك كذاب يقول لك احفظ وسير الامتحان. الفلسفه ما تتحفظش، انا اقولها دائما وساظل اكررها الى يوم الممات، الفلسفه ما تتدرس بالحفظ بالحفظ الفوري الترجمه الفوريه، لا تتفهم وتنعبروا عليها بالاسلوب ديالنا. كاين اللي عنده فعلا مشكل تيقول لك استاذه انا ما عنديش اسلوب وكيصعب عليا نترجم من الدارجه باش يكون عندي اسلوب. انا كي قلت لكم غادي نشرح حتى تفهموا وغادي نقلب الكاميرا وغادي نبدا نكتب وتبعوا معايا داك الشيء اللي كنكتب باللغه العربيه الفصحى. اذا ملي كنتحدث على مفهوم الشخص، دابا الحلقه ديالنا غتكون كالتالي، الشق الاول منا غنهضر شفويا وغنشرح وغنبسط الدرس، الشق الثاني منا غنقلب الكاميرا وغنبدا نكتب ونشرح بالورقه والستيلو. اذا ملي تنتحدث على مفهوم الشخص، مفهوم الشخص هو اول درس عندنا في مجزوءات الوضع البشري. هذا الدرس الاول من مجزوءات الوضع البشري بغينا نعرفوا فيه ثلاثه الحويجات. اول حاجه شكون انا، ملي كنقول شكون انا كل واحد يقول على راسو شكون انا، شكون انا نفهم راسي نفهم ذاتي من الداخل كيفاش داير، واش انا عباره عن شكل خارجي. حنا كنعرفوا على ان الشكل الخارجي ولا الجسد يقدر يتبدل، نقدر ندير عمليه تجميل ونغير في الملامح ديالي كاملين. اذا السؤال اللي كيطرح هنا هو الا تغير الجسد، هكا كيتحطوا المواضيع في امتحان الوطن، عطيكم نص او قوله او سؤال ومن بعد راه غنخص لكم ان شاء الله لايفات المنهجيه ما تخافوش، وغنبقى نحط لكم هنا دي بي دي اف وتصاور ديال المنهجيات وديال الدروس. الناس اللي ما عارفينش ما يجيبوا المعلومات غير ارتاحوا، كلشي غنمشيو ليه ان شاء الله خطوه خطوه. انا كشخص
ما الذي يميزني عدا شكلي الخارجي، على اعتبار أن شكلي الخارجي المتمثل في الجسد قابل للتغير. لا نشبه أنفسنا الآن حينما كنا أطفالا، لم يحشوية بقات ولكن تبدل الحجم ديالنا الشكل ديالنا إلى غير ذلك. إذا هنا سنسولو الهوية، وهذا هو المحور الأول من درس الشخص. بغينا نعرفه ما الشيء الذي يجعل الشخص هو هو ولو يتغير من الخارج، هل فعلا يتغير؟ أحرار في هذا العالم. إذا بقاو ديروا لي لايك، راكي تحبس اللايف. إذا هل نحن أحرار في هذا العالم أم أننا مضطرون؟ إذا إذا عدنا إلى مفهوم الشخص، ما معنى الشخص؟ الشخص فلسفيا، تقدروا تسجلوا هذا الشيء، الشخص فلسفيا مازال غنكتبوا، هو الذات الواعية. سمعوا مزيان، ذات كي دايره؟ واعية ثم عاقلة، زيد قادرة، عند القدرة على تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية. هذا شنو غادي يخلينا نسولو؟ أجي أستاذة، والناس اللي ما واعينش ما عاقلينش أشخاص؟ لا. إذا شخص، إحنا كلنا بشر، ولكن مفهوم الشخص مفهوم فلسفي لا يطلق إلا على الذات الواعية. بل إنسان فاقد القانون السببية، مجنون مثلا، فهو ليس شخص، لأنه ماشي ذات عاقلة واعية. القاصرين أيضا، حيث من ضمن التعريف سنفهموا المعنى ديال الشخص، يجب أن نكون ذوات واعية عاقلة قادرة على تحمل المسؤولية. إذا اللي ما كيتحملش مسؤولية راه ماشي شخص. إن مسؤولية، المسؤولية القانونية، حيت اللي باقي كيدي معاه باك ولي أمر ديالو وهو قاصر، إذا راه ماشي شخص. إذا المسؤولية القانونية وكذلك الأخلاقية. إذا أنا كشخص أتميز عن باقي الأسماء والمفاهيم الأخرى، كي نقولوا إنسان نقدر نقولوا بني آدم بشر، ولكن مفهوم الشخص لا ينطبق إلا على الذات الواعية العاقلة القادرة على تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية. فاهمين؟ إذا هذا هو الشخص بصفة عامة. ثم عندنا المفهوم الثاني في المحور الأول اللي هو مفهوم الهوية، هو محور حلقتنا اليوم واللايف ديالنا اليوم. ما معنى الهوية؟ فين كنسمعوا كلمة هوية خارج الفلسفة؟ كنسمعوا كلمة هوية خارج الفلسفة ملي كيكون واحد الحملة تنشيطية للأمن الوطني وكنقولوا داوه المركز الشرطة، علاش؟ باش يديروا ليه؟ نعم، هذيك تحقيق الهوية. واش بغاو يعرفوا هاد الناس؟ بغاو يعرفوا شكون هو، حيت غايقول لك يوقف عليك شرطي في الشارع، نعم سيدي التعريف ديالك، التعريف ديالك، التعريف، بغا يتعرف عليك شكون انت. علاش هو بغى يتعرف عليك؟ ماشي باش يربط معك صداقة، باش يشوف واش عندك شي سوابق، واش مبحوث عنك، واش عندك شي مشكل أمني. وبالتالي هنا بغى يعرفك شكون انت بالضبط وعرف التفاصيل ديالك. كذلك مفهوم الهوية ولكن بشكل أعمق فلسفيا، نريد أن نتعرف عليك أنت. تقولي أنا أستاذ نعرف راسي، أنا مليكة، أنا حسن، أنا خالد، أنا رشيد، أيه 7000 رشيد في العالم؟ لا، ورا كنيتي المالكي، 70000 واحد كنيتو المالكي. لا، راه كنسكن في البلاصة الفلانية، العنوان يقدر يتكرر. وشنو السادة؟ هناك أشياء جوهرية، نهضر دابا فلسفيا، جوهرية داخلية تميز هذا رشيد عن رشيد آخر، تميز هاته النوال عن نوال أخرى. هذا الشكل الخارجي، نقدر ندير عملية جبل ونولي بحال نوال أخرى باش غتعرفني. غتقولي أستاذة وغادي تهضري معنا غنعرفك. إذا غدا تعرفني بأشياء الداخلية التي لا تظهر على جسدي، ذلك ما يسمى الهوية. الداخل، الهوية هي عبارة عن بصمة. بصمة ماذا؟ بصمة الروح. كلنا عندنا بصمات، ولو نكونوا توأم ما يمكنش يكون عندنا نفس البصمات، جيد، ما يكونش عندنا نفس البصمة على مستوى الجسد، كذلك عندنا بصمة على مستوى الروح. كل واحد فينا كنقولوا بالعلوم الإنسانية وعنده الشخصية ديال. بغينا نعرفوا دابا شنو هما الحوايج اللي كيحددوا هاد الشخصية حسب العلوم الإنسانية، وكيحددوا هاد الشخص حسب الفلسفة، باش ما تدوخوش. كاينين جوج المفاهيم، كاين مفهوم الشخص، مفهوم فلسفي. إلا سمعتوا الشخص هذا تعريف فلسفي، وكاين مفهوم الشخصية. غتقولي أستاذة والشخص والشخصية حاجة وحدة؟ كنقهضروا على نفس الإنسان، ولكن الشخص نقصد به الصفات الجوهرية الثابتة التي لا تتغير.
الشخصيه هي مجموعه من السمات اللي تقدر تتغير. هناك فرق ما بين مفهوم الشخص ومفهوم الشخصيه، باش تعقلوا مزيان، مفهوم الشخص ومفهوم فلسفي، ومفهوم الشخصيه هو مفهوم للعلوم الانسانيه، علم النفس وعلم الاجتماع. وبالتالي نرجعوا لموضوعنا، شنو كنا نعرفوا على هذا الشخص ولا على هذه الشخصيه، سواء اعتبرناه شخص بالمعنى الفلسفي ولا اعتبرناه شخصيه بمعنى علوم انسانيه، باش ما تخلطوش. بغيتوا تقولوا الشخصيه، عرفوا ان الشخصيه هذا المعنى ديال العلوم الانسانيه. بغيتوا تقولوا الشخص، هذا المعنى راه ديال الفلسفه، حتى في الكتابات ديالكم الا كانت التفسير غيعجب الاستاذ. نتحدث عن الشخص بالمفهوم الفلسفي وعن الشخصيه بمفهوم العلوم الانسانيه، لهما معنى واحد يحيلان على شيء، على الكائن واحد اللي هو الكائن البشري، ولكن معناهما مختلف، لان الشخص يحيل على ما هو ثابت، والشخصيه يمكن ان تحيل على سمات يمكن ان تتغير. يعني الشخصيه تقدر يكون فيها تغير، ولكن الشخص هو الذات الجوهر لا يمكن ان يتغير. هذه اول حاجه خصنا نفهموها. ثاني حاجه، حنا في المحور الاول بغينا نعرفوا ما اساس هويه الشخص، يعني انت اللي قدامي تتفرج شنو هي الحاجه اللي تتميزك، هويتك، حيت مستحيل تكون هويتك بحال هويتي، بحال هويه الاخر والاخرى، ولو تكونوا في اسره واحده، ولو تكونوا توام. الا مشينا لمفهوم الشخصيه كنقولوا وكل واحد والشخصيه ديالو، نعم، ولكن دابا بغينا نعرفوا مناش كتكون هاد الشخصيه، شنو هما الحوايج كاع اللي نقدروا نقولوا عليهم يتميز بكذا، شنو هي هاد كذا. هناك من يتميز بطبعه، مثلا ناس تيقولوا ما فهموش، ابسطها لك. دابا حنا في هذا المحور بغينا نعرفوا شنو هي الحاجه اللي تتبقى فينا ثابته ما تتغيرش. كنكبروا في الامر، كنطوالوا، كنغلاضوا، كنضعافوا، كنقدروا نغيروا ملامحنا حنا بعمليه تجميل، الله يحفظ توقع لنا شي اكسيدون، نفقدوا طرف من الاطراف ديالنا، نغيروا لون الشعر ديالنا، نغيروا الملابس ديالنا، ولكن كاينه واحد الحاجه ما تتغيرش، ما تتبدلش، هي اللي كتميزك. ان فوا كنقولوا فلان، فلان معروف عليه، لا صارم، لا مهمكن، لا داك ما كيتفاهمش، لا من صغره هو مهدن، من صغره هو شاقي، طبع ديالو هذاك، لكل منا طبعه الذي لا يتغير. ويقدروا يوقعوا لينا شي حوايج يخليوه يتغير. حنا غنفهموا امتى نقدروا نقولوا على هاد الطبع راه تغير، وامتى نقولوا ما تغيرش. مثلا الناس اللي كيوقعوا في الامراض النفسيه نتيجه الصدمات والازمات، جوج قلت لكم راه غنستافدوا في حياتنا ونفهموا الدرس نفس الوقت. حتى واحد فينا ما داز عليه شويه، كاع اللي كتشوف شخصيته قويه ما تفرحش، ما تقولش واه بغيت نولي بحاله، قول باز ليه شحال دازت عليه من محنة باش ولا بحال هكا، حيت ما كنتزادوش بحال هكا. كندوزو من بزاف ديال التجارب، فيها الزوين وفيها الغيب، والشخصيه ديالنا غادا وكتنمى. اذا بغينا نعرفوا كيفاش كتنمى ديك الشخصيه، واش ملي كتنمى كتبدل ولا كتبقى ثابته، غير كيتغيروا فيها شي حوايج بصعب. اذا هنا كاينه واحد المفارقه، جيد، نقدروا نقولوا الهويه، راه كنشوف لي كومونتير، نقدروا نقولوا الجوهر، بغينا نعرفوا الجوهر ديالك، الجوهر، حيت كنقولوا المعدن ديالك كيبان في الاوقات الصعبه وتتبان متكبر، ولكن ملي توقف عليك بنادم تلقاك السيدي في الشده. اذا هذاك هو الجوهر ديالك، كاين اشياء عرضيه تدوز، كاين شي حوايج فيك. شحال من واحد ووحده تيقول لك استاذه وشنو ندير، بغيت نتبدل، انا بنادم ديما تياديني وانا ظريف وتنبقى نتعامل مزيان مع الناس وهما ما تيفهمونيش، وتنقولوا لهم وبدل معاهم الاسلوب، ما نقدرش استاذه. طبعي، طبعك يعني هويتك، الشيء الذي لا تستطيع تغييره فهو هويتك، بصمتك التي لا تتغير. اذا في هذا المحور هذا عندنا واحد الاشكال، من كلمه اشكال الناس اللي يلاه بادين، علاش كنقولوا ليه اشكال؟ حيت فيه مشكل. كيفاش فيه مشكل؟ عندنا مشكل بغينا نفهمو. شنو بغينا نفهمو؟ شنو هو المشكل اللي بغينا نفهمو؟ بغينا نفهمو دابا حنا علاش كتاسس هويتنا الشخصيه، شنو هما الحوايج اللي كتاسس عليهم. كل فيلسوف عطانا جواب. اذا عندنا استاذه بزاف الاجوبه في هذا المحور، عندنا بزاف الاجوبه. ايوا اين جواب نتبعو اللي عجبك، واين جواب خصنا نعرفوه؟ على الاقل جوج ولا ثلاثه الاجوبه تكون عارفهم باش تحلل الموضوع ديالك وتناقش. وهاد الاجوبه تيكونوا بحال بحال، لا تيكونوا مختلفين على بعضياتهم. اذا هذا غيطرح لينا مشكل، اكيد غيطرح لنا مشكل، داكشي اش كنقولوا الاشكال. وكل اشكال
كيجي من واحد المفارقه. شنو هي المفارقه؟ نديرها بطريقه بسيطه، بحال عندنا جوج ديال الفروق، عندنا فريق كيعطينا جواب وفريق اخر كيعطينا جواب مختلف عنه. هنا كنطيحوا في اشكال، لا سميتو الاشكال وكيجي من وراء المفارقه. واش نتبعوا الفريق رقم واحد ولا نتبعوا الفريق رقم جوج؟ لا شفتوا اللايف كيتقطع كثروا لي لايك والبارطاج البارطاج. واش نتبعوا الفريق ا ولا الفريق بي؟ ما عرفناش، لان الفريق ا قنعنا بالجواب ديالو، وحتى الفريق بي قنعنا بالجواب ديالو. ايوا شكون اللي عنده الصح؟ بجوجهم عنده الصح. اذا هاد المفارقه يعني هاد الفرق اللي كاين في الاجوبه طرح لنا مشكل. غادي نسولو على اي اساس تقوم هويه الشخص؟ هل تقوم على ما هو ثابت فعلا كيف ما كيشوف الفريق الاول، او على ما هو متغير كيف ما كيشوف الفريق الثاني؟ جاي اشكال ديما فيه هل وام، هل الفريق الاول ام الفريق الثاني. حيت ديما في المحور، في اي محور كيف ما كان نوعه في المقرر الدراسي، في اي قضيه من غير هويه الشخص، عندنا هل ام الفريق الاول الفريق الثاني. الاتجاه جاي الاتجاهات، اتجاه الاول اتجاه الثاني، وحنا خاصنا نجاوبوا بالاتجاه الاول ونناقشوا بالاتجاه الثاني. غتقول لي استاذه باش غنعرف شكون غنسبق؟ على حسب علاش سولوك. سولوك على الموضوع اللي كيهضر عليه الاتجاه الاول، غتبدا بالاتجاه الاول تحلل به وتناقش بالاتجاه الثاني. سولوك على شي مفهوم مركزي كاين عند الاتجاه الثاني، غتبدا بالاتجاه الثاني وعاد تكمل بالاتجاه الاول. اذا هنا الى رجعنا للمفارقه ديال هذا المحور، ما هي المفارقه الموجوده في هذا المحور؟ المفارقه كالتالي: هناك فريق يرى ان هويه الشخص فطريه، يعني الهويه تولد معنا وثابته لا تتغير، كغيرها لا ظروف لا مشاكل لا صعوبات لا امراض لا اي شيء، انت تبقى انت لا تتغير، تتغير فقط على المستوى الخارجي الفيزيونومي الجسدي، ولا تتغير على المستوى الروحي الفكري الداخلي النفسي. مزيان قنعنا هذا الفريق بالجواب ديالو. وكاين فريق ثاني تيقول لك لا، الهويه ماشي وحده ثابته وماشي فطريه، ملي تزادينا لهاد الدنيا ما كانت عندنا حتى هويه. وحتى لو رجعنا لواحد الحديث راه تيقول لنا كل مولود يولد على فطره فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. اذا التربيه والتنشئه هي اللي تتفرض عليك الهويه. هذا الفريق الثاني، الهويه ما تتولدش معك، الهويه تتكتسبها، ليست فطريه بل هي مكتسبه ومتعدده، ما عندهاش حاجه وحده، متكونه من بزاف ديال المكونات، ما مكوناش من حاجه وحده، مكونه من بزاف المكونات متداخله مع بعضياتها. وتقدر تتغير الا وقعوا لك شي مشاكل، تقدر تتغير. الناس اللي كيحسوا براسهم باقين تالفين، حيت كنقرا لي كومونتير ما بين المفارقه والاشكال، هما تقريبا بحال بحال. المفارقه كنعبروا عليها بجمل اخباريه وكنحولوا ديك المفارقه الى اسئله، ولكن انت اضحكت فبشرنا، انت معايا في العرض الخاص، اذا ما تخافيش. نهار الاربعاء درنا خدمنا اللايف، الاربعاء الجاي ان شاء الله ملي ندير لكم اللايف غادي نشرح لكم مزيان الفرق ما بين المفارقه والاشكال حتى يتوضح لك الامر. اذا ملي كنتحدث على الاسئله او التساؤلات المطروحه هنا في هذا الاشكال، هو اولا ما الشخص، وعرفناه هو الذات الواعيه العاقله القادره على تحمل مسؤوليتها الاخلاقيه والقانونيه. ما الهويه، سمعوا تعريف الهويه باش هاد المره ماشي يبان لكم شي حاجه تقولي اه راه هذه هي الهويه، الا ما كانش فيها هاد الشروط راه ماشي هذه هي الهويه. الهويه هي الشيء الثابت الذي يبقى هو لا يتغير. واخا هي شيء ثابت يبقى هو لا يتغير، خرجوا لينا جوج الفروق. ها المفارقه، خرجوا لنا جوج الفروق، قالوا لينا فعلا تبقى ثابته لا تتغير، وفريق تيقول لك لا 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 لا، هي متعدده وليست مكونه من شيء واحد، وهي ليست فطريه وغير ثابته، يمكن ان تتغير. اذا هنا غندوزو نشوفوا الاجوبه. شكون اللي قال لنا ثابته؟ وشنو هو الحاجه اللي فينا ثابته؟ وكيفاش تولدات معنا باش نفهموا روسنا فعلا؟ واش حنا هكا بالطبع ديالنا تزادينا به، ولا اكتسبناه من خلال
التنشئة الاجتماعية. الناس اللي ما تفهموش التنشئة الاجتماعية كنقصد بها التربية، التربية اللي تربيتي سميتها التنشئة الاجتماعية. وسلطة الأب، حنا كنقولوا سلطة الأب، تقدر تكون سلطة الأب أو سلطة الأم، شوفتي اللي كيحكم في داركم شخصيته، تتولي جزء منه، انت تتولي تتشبه ليه. اذا واش هاد الشخصيه اللي عندك ديالك ولا مأثرين عليك فيها؟ أثر عليك فيها المجتمع. الا كان مأثر عليك فيها المجتمع ولد الناس راه، الا كانت تزادت معاك هكاك راه يا اعداء النجاح، عوض ما تبقاو حاضرين تصيني عليهم في اللايف، سير ديروا لايف وفيدوا ولاد الشعب، ديروا رحمه الوالدين الله يهدي مخلق. اذا ها انا يتقطع ونعاود نشرح ويتقطع، راه ما عنده ملي كتكون كدير شي حاجه كتحبها حتى حاجه ما كتوقف في طريقك. وانا احب ما اقوم به. حينما نتحدث عن الاجوبه، جيد، ديكارت، جون لوك، شوبنهاور، جون لاشوليي، ايمانويل مونيي، سيغموند فرويد، عندكم يحسب ليكم بلا راه هذا المحور فيه غير هادو اللي تتعرفوا فيه بزاف، غيبقى مسجل اللايف غيبقى راه عندنا الا جينا نحسبوا راه غنقدروا نلقاو اكثر من 10 ولا 15 اطروحه كتجاوب على هذا الاشكال. ولكن انت ماشي مطالب تعرف كاع الاجوبه، عرف باش غتجاوب، حيت نهار الوطني باش ما جاوبتي ما كيحسبوا لك صحيح، راه وطني. واش كتخيلوا على ان الاساتذه ديال الفلسفه في المغرب كامل حافظين نفس الفلاسفه؟ كل واحد كيختار الفلاسفه اللي بغا وفق المخطط اللي داير هو في عقله، كيفاش بنى الدرس ديالو. وبالتالي هذا كيعني على انني ماشي ضروري نقرا دوك او تلقاو مثلا شي لايف عند شي استاذ اخر كيهضر على فلاسفه اخرين وتخلعوا، تبعوا اللي بغيتوا. المهم كي قلت لكم نتوما ادبيين شدوا ثلاثه، نتوما علميين شدوا جوج الاطروحات، ماشي ضروري نعرفوا كاع الاطروحات اللي كاينين. اذا هنا انا اليوم غادي نختار نجاوب بثلاثه ديال المواقف، الموقف ديال روني ديكارت، الموقف ديال جون لوك، والموقف ديال سيغموند فرويد. الموقف ديال روني ديكارت اش كيقول؟ كيقول على انني انا كشخص الحاجه فيا اللي كتبقى ثابته لا تتغير شنو هي في نظركم؟ هي العقل، الفكر ديالي. انا كائن مفكر، انا كائن عاقل، غنبقى ديما كائن مفكر وكائن عاقل. يدوزوا عليا المحاين، يدوزوا عليا الصعوبات، هو كيمشي معنا ابعد حد من ذلك، تيقول لك نموت غنبقى كنفكر. يموت ليا الجسد ديالي ولكن الفكر ديالي ما غاديش يموت، لان الفكر كيعتبر هو هي الروح، الروح ما تتموتش. اذا روحي فكري هي الشيء الثابت فيا الذي يبقى هو هو لا يتغير. روني ديكارت مشهور بواحد المقوله تبقاو تبداو بها ديما، ينطلق روني ديكارت من الكوجيتو الديكارتي. كثروا البارطاج، قد ما تبارطاج غيطلع اللايف ما يقدروش يسينيالي. انا اشك، هذا هو الكوجيتو، سميتو الكوجيتو ديكارتي. علاش سميتو الكوجيتو؟ جات من كلمه جو كوجيت، افكر مع نفسي. بالنسبه لديكارت انا افكر مع نفسي في نفسي، يعني ما تيجيش شي واحد يقول لي شنو غندير، انا اللي غنقول لراسي اشنو خاصو يدير. علاش؟ حيت عندي العقل، ربي عطاني العقل باش نفكر به، ماشي اللي قال لي حمراء نقول لي حمراء، اللي قال لي خضراء نقول لي خضراء، بحال انا ما عنديش شخصيه. هو بعدا راه كيوجه لنا واحد الرساله، علاش كنقول لكم راكم غادي شخصيتكم تغير قبل بعد ما تدوزوا الوطني؟ حيت حنا كاينين معنا ناس مساكن ظريفين، غنقولوا السدج، غنقولوا ظريفين، كيجي يقول لي لا داك الاستاذ ما يصلحش ليا كيخرج عليه. بصح شنو هو دليلك؟ ديكارت يهضر بالدليل والمنطق. يقول لك ديكارت انا اشك، اي حاجه قلتها لي غنشك فيها، انا افكر، اذا شكيت غادي نفكر في كلامك مزيان ونعرف الدوافع ديالك من وراه، واش باغي تربح منه، وعلاش قلتي لي هذيك الهضره، وشنو السبب، وشنو الهدف. اذا انا موجود، انا اشك، اشك يل ولا ليلى، انا اشك، انا افكر، اذا انا موجود. ما الذي يجعلني موجودا؟ هويتي. ومن ماذا تتكون هويتي؟ من فكري. فانا كائن مفكر، الشيء الذي يميزني عن باقي الكائنات الاخرى انني كائن عاقل مفكر بفكري وبعقلي، افهم ذاتي وافهم الاخر وافهم العالم من حولي. اذا
كل معلومة أتتني من شخص معين أو من الخارج بطريقة معينة أشك فيها، أفكر فيها، أتبين صدقها من كذبها، ثم بعد ذلك أخذ تلك الفكرة، لا أخذ أي فكرة بشكل جاهز. فروني ديكارت يرفض شيئين، يقول لكي تكون لديك هوية ثابتة عليك أن تتخلص من الأحكام المسبقة، نسنية، نعم بالمفهوم العام، الأحكام المسبقة. ما نحكمش بشكل مسبق، متبرج ما مزيانش، هذا حكم مسبق. دي وجه في الكلام، خدم مع عقلك، عبرو عاد حكم عليه. الحكم المسبق يجب أن نتخلص منه، ثم الرأي الجاهز. يجي واحد يقدم لي رأي جاهز ويعطيني رأيه في أي حاجة، في فريق معين، في خدمة معينة، في علم معين. حيت كاينين الناس، عند الناس بارك الله كيبانوا بارعين، جالس في القهوة تيكون طبيب وشيخ وفقيه، دويتي معاه في الدين كيسكتك، دويتي معاه هو كلشي كيعرفو، مايمكنش نعرفو كلشي. وتيقول لك لا خذ مني المعلومة، شكون أنت اللي ناخذ منك أخويا المعلومة؟ مع احترامي لك، أنا إنسان وكذلك أنا إنسان، أنا شخص كذلك أنا شخص، وصلت إلى المعلومة بعقلي، فاتركني أصل إليها بعقلي أيضا من فضلك، ولا تفرض علي أفكارك. وهذه حتى في حياتنا اليومية، كاين اللي كيجي يفرض عليك الرأي ديالو، وملي كتبدا تناقش معاه بشوية بعقلك كيبقى يقول أصافي سالينا بارك الله براسها أصدي هذا الموضوع. لا راه هذا ضعف منك يا أخي، راك شتي راسك غادي تحرج معايا وما عندكش الحجج العقلية كي قال ديكارت باش تقنعني. بديتي كتغوت، الغوات تعبير عن ضعف. ناقش معايا بشويه، ما عجبكش رايي؟ لا ما عجبنيش، اقنعني برايك. انا قلت لك ما عطيتينيش حجج، ما بغيتيش تفهم. لا عطيني حجج، قنعني، عطيني الوقت، قول لي سير فكر في الموضوع، بحث عليه. حتى انا هادشي اللي كنقول لكم ما تاخذوش، سمعوا مني، سيروا بحثوا، دخلوا كتبوا الهويه، كتبوا روني ديكارت، قراوا لديكارت، تأكدوا من أن كلامي صحيح، خذوا. وبالتالي ديكارت هويتك هي فكرك، هو عقلك، هو شكك، هو وصولك إلى المعلومة باعتمادك على عقلك دون أن يفرض عليك أي شخص ما تفعله. وللأسف هادشي كنعيشو في حياتنا، بزاف الناس كيفرضوا علينا شنو نديرو، وإلا ما درناش داكشي اللي قالوا لينا تيعاديونا. داكشي علاش كتبت لكم في العنوان اجيو نفهموا الهويه باش نعرفوا علاش كنختلفوا مع الاخرين، وعلاش كنتخالفوا معاهم او لا كنتخاصموا معاهم. حيت ببساطه الفلسفه كتقول لينا مستحيل تكون عندنا نفس الهويه. اذا الا لقيتيني ما كنتشابهش معك في الافكار ما تقلقش، راه ديكارت قال لك لكل منا طريقته في التفكير. ما يمكنش يفكر بحالك صاحبي، لا انا خصك علاش نكون بحالك؟ دابا دخلت عليك بالله، علاش غنكون بحالك؟ واش انت هو انا؟ لا. البصمه ديالك هي البصمه ديالي؟ لا. تربيتي فين تربيت انا؟ لا. قاسيتي اللي قاسيت انا؟ لا. دوزتي اللي دوزت انا؟ لا. صبرتي اللي صبرت انا؟ لا. وعلاش اخويا تقول لي ديري بحالي؟ علاش تقدم لي نصائح تتبغيني ندير بيها وهي صالحه لك انت تقدر تكون ما صالحاش ليا انا؟ لان هويتك ليست هويتي. هاد المحور غنخرج بواحد الخلاصه ديال لكل منا مميزاته الخاصه. اصلا حنا قريناه غير باش نعرفوا شنو اللي كيميز كل واحد فينا. كل واحد فينا انا نقول لكم من هنا وطبعه الخاص وارادته الخاصه. تقول تبارك الله عنده اراده قويه، ولكن ولدي نفسه بارده، اراده بالدارجه النفس. ايوا راه هذاك ماشي هو هذاك، لا خصو يكون بحالو. نخدمو عليه يطور من القدرات ديالو والعزيمه ديالو، نشجعو، ولكن ما تسنيش منه يكون فوتوكوبي ديالو، حيت كل واحد والبصمه. ومن هنا كنوجه نصيحه للاخوات والاخوه اللي مزوج عندهم وليدات، ما تبقاوش تقارنوا وليداتكم مع وليد الجيران ولاد صحابكم، راه ما يمكنش يكون فوتوكوبي ديالو، راه كل واحد وشخصيته. لا انا ولدي في اللعب ولكن واش يفهم بطريقته؟ تيفهم ذكي، ولكن ما تيبغيش يريح يقرا بحال ولد اختي. واش هو ولد اختك؟ ولد اختك بوحدو غتلقاه فيه دي ديفو، فيه دي كاليتي. علاش حنا كنشوفو على الخايبه؟ كيف ما شفتي ولدك فيه الخايبه شوفي فيه الزوينه، راه هويته بحال هكا. تقولي لا وخاصو يكون، راه نتوما المسؤولين. علاش؟ حيت اش قلت لكم هادشي كيتاثر بالتربيه وتتأثر بالوسط اللي تعيش فيه.
وكيفاش كيشوفونا حنا كنتعاملوا، تيقلدونا. تقولي لي واش جاب العقل اللي سالينا مع ديكارت؟ حيت ديكارت قال لك اساس ويتشخ هو عقلك، وحنا كلنا عندنا العقل ولكن نختلف في طريقه التفكير. اذا الا عرفنا اننا نختلف في طريقه التفكير ما بقاوش تعصبوا على بعضياتنا. ما تبقاش تقول لا ما فهمنيش، عادي راه تركيبه العقل ديالو مختلفه على تركيبتك انت، لان انت عندك هويه وهو عنده هويه. الا فهمتي ما تبقاش تعصب، تبقاش تعصب على الناس الا ما تفهمتيش معاهم. غتقول اصلا الهويه تعني الاختلاف، ان نختلف عن بعضنا البعض، والا غنكونوا فوتوكوبي بحال بحال، بحال فلان بحال فلان بحال فلان بحال فلان بحال فلان. لا، كل واحد منا والبصمه ديال الروح ديالو. ديكارت كيقول لك هويتنا تولدت معانا بشكل فطري، لربما دي نقطه الضعف اللي كاينه عند ديكارت، حيت كل اطروحه عندها نقطه الضعف. نقطه الضعف عند ديكارت هو انه اعتبر الهويه شيء ثابت جوهري احنا معاه، ولكن فطري ولد معنا. ملي نوصلوا لدرس الغيره مولات العقل، هذا اسم ديال واحد الاخت، نشرح الاهتمام عن الغير باش ما نخلطوش الدروس، انا غادا بشكل منظم. اليوم كنهضر على الشخص والهويه، خليونا في الشخص والهويه. ديكارت كيقول لك هويتنا تقوم على الفكر العقل او الشك. لقيتوا الشك روني ديكارت في النص، لقيتوا العقل، لقيتوا الفكر، كلهم كيرجعوا لحاجه واحده. علاش؟ لان بالعقل، العقل هو الاداه، بالعقل نشك، وحينما نشك فاننا نفكر. العلاقه هنا بين المفاهيم تتكون علاقه ترابط تلازم وتكامل. فطري ما متفقينش معاه، داكشي علاش غندوزو على الفيلسوف رقم 2 اللي هو جون لوك جايد، الفيلسوف التجريبي من نفس القرن اللي هو القرن 17، حيت ديكارت من القرن 17 ميلادي، جون لوك هو من نفس القرن 17 ميلادي، غير روني ديكارت في فرنسا وجون لوك في انجلترا. حنا كنعرفو كنقولو انجليزي دمو بارد، اجي نشوفو النقالزه اش كيقولو في هذا الراي ديال، شفنا الفرنساويين دابا نشوفو النقالزه. جون لوك تيقول لك انا متفق مع ديكارت، حيت الفلاسفه راه ماشي هكا ترشق اليوم كيبداو يخرمزوا علينا، لا راه عندهم افكار منطقيه وكيعترفوا هذه الثقافه اللي ما عندناش حنا، الناس ما عندهمش الوعي. دابا كتبان لي انت احسن منه، ما يقدرش يقول لك تبارك الله على ذاك الاستاذ راه مزيان، سيرتو استاذ ما يرضاش يشكرك، ضعف ولا قال لك خوك في الحرف عدوك ولا ما فهمتش. مع العلم ان الفلاسفه كانوا متصالحين مع ذاتهم، حنا قرينا الفلسفه خصنا نكونوا متصالحين. جا جون لوك قال لك ديكارت عنده الصح، انا اؤيده. فاش؟ ان الشخص كائن عاقل، فعلا العقل هو اساس هويه الشخص، ولكنني اختلف معه. اختلف معه لا يعني انه يتصاحب، كي يقول المعارض زعما راه الا قلتي معارض راه بحال مضارب معاه، لا راه ما مضارب معاه ما مخاصم معاه ما والو، راه بيناتهم علاقه بخير متفق معاه. تيقول لك فعلا حنا اللي كيميزنا العقل ديالنا، وكل واحد منا عنده طريقه التفكير ديالو. انا مع ديكارت، ولكن ما متفقش معاه غير في حاجه واحده، ان العقل شيء فطري فينا، او لا بالاحرى باش تبان مزيان الافكار ديالنا فطريه، ما تولدناش بالافكار. وبصح جون لوك عنده الصح، ما تولدناش بالافكار. ديكارت انت ديكارت كفيلسوف ما تولدتيش فيلسوف وعالم رياضيات المعادلات الديكارتيه، ما تولدتيش، تولدتي طفل ما عندك حتى معلومه في راسك. هذوك المعلومات والافكار اكتسبتيهم منين؟ من المجتمع، من الخارج، وعن طريق ماذا؟ عن طريق الحواس. غيزيد على العقل الحواس والتجربه. كيفاش الحواس؟ ديكارت يرفض الحواس، تيقول لك اؤمن بحاجه واحده، العقل هو اساس هويه الشخص، والفكر والعقل ثابت فينا، ولكل منا طريقه التفكير التي تميز عن الاخر. واضح متفقين معك سي ديكارت، ولكن الحواس لا علاقه لها بالفكر. اوه كيفاش غادي نفكروا الا ما عندناش الحواس؟ هاد الهضره هي اللي نسى ديكارت ما قالهاش، وجا جون لوك مع الواد ما نقولوا معارض معاه نقولوا كيكملوا، قال لي سي ديكارت العقل جبتيها هي هذيك لاصقه، ولكن رفضتي الحواس. الا خويا انا ما اتفقش معاك، حيت الحواس ما مؤيد ما معارض، فكره تختلف عنه، يؤيد في شيء ويعارض في شيء اخر، اذا غيولي مختلف. مختلف حيت معارض خصو يكون تعارض مع 100%، لا هو ما متعارضش مع 100%، مختلف. قال لي سي ديكارت اساس هويه الشخص العقل، اه ولكن زيد عليه الحواس. علاش؟ قال لي واش تقدر تعرف ما معنى الساخن كفكره وانت ما عمرك جربتي؟ تخيلوا ما عندناش حاسه اللمس، تنعرفوش الفرق بين البروده والسخونه،
ما كنتذوقوش حاسه الذوق، ما كنعرفوش المذاق الحلو من مذاق المز اللي هو الحامض مثلا، ما كنعرفوش اللون الاحمر من الاخضر من الازرق. وتحيه للمكفوفين، الناس اللي مناضلين اللي كيقراو مساكن واخا عندهم هاد الصعوبات البصريه، ما كتعرفش. كيقولوا لك شجره وانت ما عمرك شفتي شجره، كيقولوا لك راه غنديو كل البحر اليوم والبحر اللون ديالو زرق كينعكس عليه لون السماء وانت ما تشوفوش، كيفاش غادي تعرفوا؟ اذا راه بالحواس ديالنا. كيفاش غتفهموني دابا نتوما كون ما كنتوش كتسمعوا؟ وكون كنتو غير كتشوفوا كنت غندير اشاره. والناس اللي ما كيسمعوش كيستخدموا اللمس اللي هو البراي، كيتلمسوا بديك الاله. اذا ضروري تكون حاضره شي حاسه باش نتا عقلك يخدم. هاد العقل ما كيديماريش الا ما كانوش الحواس خدامه. هذا كلام جون لوك اللي ما قالوش روني ديكارت. روني ديكارت كيرفض الحواس، علاش اخويا؟ قال لك الحواس كذابه خاديه ما نتيقش بها، عنده موقفه الخاص. الهويه ما ندخلوش فيها الحواس. علاش ما ندخلوش فيها الحواس؟ اولا لانها توجد في الجسد، حيت الحواس كاينه برا ما كاينش داخل الجسد، والجسد يتغير، والحواس خادعه. ما معنى خادعه؟ كاذبه. مثلا قالك ديكارت تقدر تكون غادي الواحه والصحراء، حنا غنديرو الشانطي حيت حنا كنعرفو الشانطي. ملي تترتفع درجه الحراره تيبان الشانطي فيه الماء وتنسميوه السراب. شكون اللي شافو؟ عينينا. اش شافت؟ الماء في الشانطي. هو راه غنعكس درجه الحراره وارتفاعها، ومع داك الزفت كيولي بالك داك الغليان ديال الحراره، كون تبعنا عينينا غنهربوا على ديك الضايه، وهي راه ما ضايه ما والو، تنكملوا في طريقنا عادي. شكون اللي قال لينا راه ماشي ضايه الماء؟ العقل ديالنا. اذا هنا ديكارت كيجيب لنا الحجه، تيقول لك دابا انت تيقتي عقلك ولا عينيك؟ تيقت عقلي، اذا ما عندك ما دير بالحواس. جون لوك تقول لي لا، الحواس تخطا مره جوج، ولكن ما نقدروش نستغناو عليها في خطر، مستحيل. تخيلوا معايا شباب، شخص ما عندوش حاسه اللمس، ما كيشوفش، ما كيسمعش، ما كيتذوقش، ما كيشمش. شرينا واحد 10 درهم ديال ليسانس وشعلنا فيه العافيه، واش غيتحرك؟ واش غيرياجي؟ واش غيقول لي عقل ودير؟ لا، حيت ما كيحش. واش هو حي اصلا؟ واش فاقد لجميع الحواس؟ حي ميت. يقول جون لوك حينما نموت نفقد الحواس، وحينما نفقد الحواس نفقد معها الفكر. اذا الفكر اللي عول عليه ديكارت بالنسبه لجون لوك لا يستطيع ان يقوم الا اذا اقمناه على الحواس. اذا هنا يسميه باسم جديد باش ما ياخذش السميه ديال صاحبه، ما غاديش يقول لي الفكر، غيسميه الشعور. الشعور عند جون لوك هو اساس هويه الشخص، يعني افكارك اللي خديتيها عن طريق حواسك ومن خلال تجربتك في الواقع. انا كيعجبني ندير واحد المثال باش تفهموا مزيان، ديال الدري الصغير بيبي، تتقول ليه فوفو، فوفو زعما العافي على البراد، تيتسوقكش كيبقى يتماطى. نهار تيقيسو يديه داك البراد ولا داك المقله، الله يحفظ كاع وليداتكم، وكيتحرق سبعه وكيضرب هذيك الزق، جرب حط حداه براد خاوي، ديرو التجربه وقول لي فوفو غادي يقفز. ولا كيعرف ما معنى فوفو؟ المره الاولى ما كنتيش عارف، الفكره ما كانتش عندك في العقل وليدي، حيت ما كنتيش مجرب بالحواس ديالك. الحاسه تتاخذ المعلومه تتسيطر العقل، تفهم ان الم تيبقاش يعاود يديرها. اذا كنتعلموا وكنبنيو الشخصيه ديالنا عن طريق التجربه، والتجربه هي استخدام الحواس اولا وفهمها بالعقل ثانيا. اذا هنا الحواس كتسبق العقل، وبالتالي الأساسوية الشخص ليس هو الفكر بل الشعور، أي الحواس زائد الفكر، زاد على الفكر الحواس، ولا سميتو الشعور، ثم أضاف الذاكرة. تقولي الشعور فهمنا، يعني شخصيتي ما يمكنش تكون عندي شخصية إلا ما عندي الشعور، عندي حواس وعندي الفكر. هوية تتكون من الحواس والفكر، فهمناها. والذاكرة أشنا هي؟ الذاكرة مرتبطة بالشعور. علاش؟ لان داكشي اللي كتشعر به تتخزنوا على مستوى الذاكره. الى رجعنا للمثال ديال الوليد، مره اخرى الذاكره هي اللي تتخدم في الاخر، بحال داك الشعور كيتحول الى ذاكره. لان ملي تقول لي فوفو راه هو الشعور حس به السيمانه اللي فاتت باش تحرك، ولكن ضربتي سيمانه وعاودتي قلتي لي فوفو،
وهو قفز، اذا جابها من الذاكره. اي حاجه شعرنا بها نخزنها على مستوى الذاكره، وبالتالي ملي كنبغيو نستخدموا نفس المعلومه كنعاودوا نستحضروها. هكذا تتكون هويه الشخص، تتكون من الشعور والذاكره. كاع داكشي اللي عشناه تنخزنوا على مستوى الذاكره، وكيتحول الى افكار، وكنبقاو نخدموا بها نخدموا بها ونطوروها ونزيدوا افكار على افكار على افكار كنترزنوا. داكشي علاش كنقولوا كون كان عندي العقل ديال دابا فاش كنت في الباك، ويلي 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 شنو ندير القرايه. حيت دابا عندك بزاف ديال الخبرات اللي اكتسبتيها عن طريق التجربه والحواس والعقل ديالك، وخزنتي على مستوى الذاكره. اذا دابا وليتي اغنى، شخصيتك اصبحت اغنى. من هنا غيبان لينا على انه هو شخص ما كتكونش من حاجه واحده، وهذا هو التناقض الثاني ما بين جون لوك وديكارت. ديكارت عنده حاجه واحده تتكون الهويه، العقل اللي به نشك ونفكر. جون لوك قال لي الحواس والعقل بجوج، اللي سماهم الشعور ثم الذاكره. اذا هاد الاشياء كلها كتكون هويه الشخص. داكشي علاش لقيتو هل هويه شخص متعدده، يعني فيها بزاف المكونات، راه جون لوك. الا شتوها واحده ثابته راه روني ديكارت. نعم كنا كنرجعوا ذكرياتنا ديال الابتدائي، كنا عندنا ديك التصويره شحال هذه كانت 2 دراهم في عهد ديالي، ولات شويه بخمسة دراهم ديال الابتدائي. الشكل ديالنا تغير على المستوى الخارجي، ولكن اين فوا كنشوفوا التصويره كيرجعونا الذكريات، لذاك الشعور، هذاك الاحساس. ما نقدروش نفصلوا الشعور والاحساس على الذاكره عن جون لوك. كنت نقول الله الطفوله ابتدائي استاذه، كنت كنجلس الطاوله الاولى، كنت مشاهده، ولا كنت كنخاف، ولا كنا كناكلوا العصا، ولا كنا ولا كنا. اذا ذلك الشعور تحول الى ذاكره، لنستطيع ان نربط بين الماضي والحاضر، ونعرف اننا نفس الشخص. حسدوا الهدف لم نتغير. شي نديروا عمليه تجميل، حيت ديما غنرجعوا للموضوع اللي هو شنو هي الحاجه اللي كتخليني انا هو انا. ديكارت قال لك الافكار ديالك، عاقلنا على راسي وعارف شكون راسي وبالافكار ديالي، الشك ديال الفكر ديالي. جون لوك قال لك بالذاكره ديالك، بالشعور وبالذاكره. تتكبر تتغير تتلاقى شي تقول لك ما عرفت فين شايفك، علاش ما قدرتش يتعرف عليك، حيت دازت سنين وشكلك تغير. قاري معايا ما عقلتش. اين فوا كيعطيك شي حاجه من الذاكره تتعرف عليه، تتعرف على هويته، تيقول لك ما قريتش معايا بسلام حجر اي حضيري اي مدرسه بلاتي اي كنتي كتجلس شنو دار. ذكرك الذاكره، بالذاكره تتعرف بنادم شكون هو واخا يتبدل شكله. نمشي انا مثلا ندير عمليه التجميل ونجي ونقول لكم تحيه فلسفيه متواصله لكم جميعا، وندير معكم اللايف، تقولوا والكماره ماشي ديالنا والقاني، ولكن الطبع ديالها والهضره ديالها والافكار ديالها والذكريات اللي فكرتنا بهم ديال اللايفات السابقه، اذا راه هنا والقاني. اذا باش تعرفتوا عليا من خلال هويتي بصمتي، واش خارجيا؟ لا انا خارجيا بدلته، عرفتوني من الداخل. اذا هذه هي الاشياء التي تجعلنا نتاكد اننا مع نفس الشخص، هو هو لم يتغير حتى وان تغير شكله الخارجي. ديكارت يقول لك الفكر، وجون لوك يقول لك الشعور والذاكره. بعد ذلك سننتقل الى موقف سيغموند فرويد اللي كيشوف على ان الهويه هو ولا جون لاشولي. صحاب العرض الخاص انا راه قريتكم جون لاشولي بحال بحال، اصلا جون لاشولي قرا سيغموند فرويد وكتسمى الفلسفه ديالو الفلسفه الروحيه، ما تخربطوش. انا دابا غنخدم بسيغموند فرويد، كيعجبني النوع، اذا بلا ما تعتمدوا على سيغموند فرويد اعتمدوا غير على جون لاشولي. وقلت لكم حضروا معايا اللايف المجاني باش حتى اللي بغى يزيد افكار من يزيد يطور راسه يطور راسه. بالنسبه سيغموند فرويد واش متفق مع ديكارت ومتفق مع جون لوك؟ لا. علاش؟ اولا خصنا نعرفوا واحد القضيه، سيغموند فرويد ماشي فيلسوف، اذا هو ماشي من نفس الطينه ديالو باش يتفق معاه، هو دومين اخر. كيفاش دومين اخر؟ هو مكتشف التحليل النفسي. كتسمعيه بالمحلل النفسي، خصو يمشي عند محلل نفسي بسيكولوج. ما كانتش هاد المهنه قبل ما يكتشفها سيغموند فرويد، هو اللي خرج الارض الواقع، هو اول واحد خدم بالتحليل النفسي للشخصيه. كان غير الطب العقلي، سكانير العروقه صافي، شحال من واحد العروقه ديال الراس ديالو الشبكه اللي كنديرو سكانير ما عنده حتى مشكل في راسه، ولكن عنده شي مشاكل، كينسى، كيتعصب، كينوض يبدا يهرس ويدكدك، كاين اللي تيقولوا راه مريض في عقله، لا مريض في نفسه، حتى النفس كتمرض اخوتي. وردوا البال لنفسكم الا مرضات صعيبه. شي مرض لك الجسد تشرب الدواء وتشافى، تجرح في يدك
دير الدواء وتشافى، كاين تجرح في نفسك، تقاس، تعقد. الا تعقدتي راه ماشي عيب تمشي عند الطبيب، كيف ما كتمشي عند الطبيب مرض ذلك الكلاوي الله يحفظ ولا الكبده والله يعافيكم ويشافيكم، كتمشي نتا عند الطبيب ديال النفس. باقيين بزاف الناس كيحشموا من هذه القضيه، مالينا مسطي، وما قلناش مسطي، ما قلناش كسر على الطبيب عقلي عندك عروقه مقطعين في راسك، نفسك نفسك تتمرض. ياك حنا بالدارجه خوتي كنقولوا ضربه بدمها ولا كلمه بسمها، اذا الكلمه صعب من الضربه، الا تاديت بسم شي كلام وما قدرتش نتجاوز هذيك المحنه ما فيها بس نمشيو عند الطبيب او المحلل النفسي. ما قدرناش تبعوني شنو كنقول. ملي تنتحدث على الشخص مفهوم فلسفي هضر عليه ديكارت وجون لوك، ولكن فرويد ما كيهضرش على الشخص نفس المعنى، غير ما تقولوش مفهوم الشخص، الشخصيه، حيت هو ماشي فيلسوف، هو محلل نفسي ومكتشف التحليل النفسي. كنتو كتسمعوا على التنويم المغناطيسي، هو اول واحد دار تقنيه التنويم المغناطيسي، هو الدكتور بروير، كانوا كينوموا الناس مغناطيسيين وكيخليهم يبداو يهضروا باش يقولوا داكشي اللي ضارهم، حيت الا مشيتي عند المحلل النفسي ما غاديش يقول لك قولي اش ضارك، راه كاين اللي مريض وما عارفش راسو اش ضارو، ما حاملش يقرا، ما حاملش يربي ولادو، ما حاملش يمشي للخدمه، ما حاملش يهضر، كتفيقي ديبريميا وما حامله ديري حتى حاجه، وتنقول لك مالك ما عرفتش مالي، طالع لي الدم، انت مريضه نفسيا، شي حاجه ضارك. وماشي كاع الناس اللي كتمرض لهم النفسيه ديالهم تيكونوا عارفين السبب، الشي اللي عرف السبب، الشي اللي عرف السبب راه ما مريضش بزاف. اللي مريض بصح هو اللي كيكون ما عارف السبب، داك تكون الدوغري ديالو صعب من الاخر. اللي ما عارفش السبب انا نشرح ليه، ملي كيجيو هذوك الضغوطات النفسيه وكتحس براسك مريض وما حاملش راسك، وهذا ملي كيجيو. الشخصيه عند فرويد كتكون من ثلاثه ديال الميكانيزمات، ديكارت قال وحده، جون لو قال جوج، الشعور والذاكره، هذا قال ثلاثه. الشخصيه ديالك كتكون من الهو، وكل واحد فينا عنده الهو ديالو، والهو اشنا هو؟ كلمه بالفرنسيه الترجمه ديالها لو سا، لو سا كتعني مجموعه او مجموع الغرائز والميولات الفطريه الموجوده فينا، بالدارجه الجانب الغريزي الحيواني فينا. كيجينا الجوع بحالنا بحال الحيوانات، كنقضيو حوائجنا من تبرز وتبول اعزكم الله بحالنا بحال الحيوانات، نتناسل بحالنا بحال الحيوانات، كل ما يدخل في خانة الحيوان يسمى الهو، بلا جوج لامات، الهو بحال الهو، الهو لو سا مجموع الغرائز. كلنا فينا، كلنا فينا، واش كيتولد معانا ولا كيتولد معانا؟ ها هو اتفق دابا بحال مع ديكارت، جزء من الهوية ديالنا اللي هو الهو كيتولد معانا، غريزي فطري فينا، الخوف الغضب كيتولد معانا، هذا المكون الاول، موطن الغرائز جيد. المكون الثاني هو الانا الاعلى، غير من كلمه نسميتو تفهمو، انا اعلى، كاين واحد الانا اعلى فوق منك، شنو كيدير هذا الانا الاعلى اللي فوق مني؟ نازل عليا خوتي بالمطارق، وانا بحال لاف عندي جوج ريوس، يا كتقول واحد الراس قال لي وواحد الراس قال لي، هذاك الراس الاول اللي قال لك راه هو الهو، انتم فهموا بعدا راسكم مناش مكونين، والراس الثاني اللي قال لك هو الانا الاعلى. علاش؟ حيت الهو الانا الاعلى في شخصيه الانسان ديما متعارضين. الهو عرفناه هو كل ما هو غريزي جاي الضمير القانون، والانا الاعلى شنو؟ هو مجموع القوانين والعادات والتقاليد وسلطه الاب والتربيه اللي تربيناها. دابا حنا تزادينا مربين لا ما تزاديناش مربين، تزاد معنا الانا الاعلى لا ما تزادش معنا الانا الاعلى، وشنو تزاد معنا؟ غير الهو. داكشي علاش ملي كنكونو صغار كنتعاملو بحال الحيوانات، نتبرزو اعزكم الله وكيبدلو لنا ليكوش وكنعرفو غنغوتو بحال الحيوانات، ما عندنا لغه ما عندنا والو، يعطونا يبدلو لنا يرضعو لينا يعطونا الماكله يبدلو لنا ليكوش. انت كبدي تكون عندنا الانا الاعلى ملي كنبداو ندخلو في لو كومبلكس دو ديب، هذا نبدا نهضر معاكم شويه بعلم النفس، سوف ابسط. واحد العقده كتكون عندنا الانا الاعلى في سن ما بين 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات على حسب،
هاد الان الاعلى مناش كيتكون عندنا، ملي تنوليو حنا كنستدمجوا هذيك التربيه ديال والدينا وتتولي جزء منا. ربونا والدينا على شي حويجات، ملي كنوصلوا 5 سنين ما كنبقاوش نتسناو والدينا يوريونا داك الحويجات اللي ربونا عليهم، كنوليو نديروهم الروسنا. ولا رديتوا البال اللي عندهم وليدات الله يخليهم اليوم، غيلقاو على ان ولد عنده 5 ولا 6 سنين ولا كيربي خوه اللي عنده عام ولا عامين، زكا ما تهزهاش لا، كتقول يا والله الا تعلم تكون عنده الانا الاعلى ديك الساعات، ولا حتى هو باغي يمارس السلطه ديالو. داكشي اللي غرستيه في ولدك تيتكون عنده، داكشي اللي كتغرس فيه كيتسمى الانا الاعلى. كاع القيم، وليدي هذه حلال هذه حرام، ما كنهزوش فلوس ديال الناس، ما كنعليوش صوتنا، كنهضروا بالادب، الا كنت ما مساليش ما تبرزطنيش، الا دخلتي من الدار حط صباطك وغسل رجليك عاد دخل، الا عندك لي دوفوار طبقهم من الاولين، ما كنكزوش اللعب. هادشي كتبقى تربي في ولدك سميتو الانا الاعلى، تيولي داخل ليه في العقل ديالو وكيولي يطبقوا الراس، حيت حنا كنربيهم باش هما يمشيو مزيان. هذاك الشيء اللي ربيناهم عليه كيتسمى الانا الاعلى، كيولي ديالو ولكن اعلى حيت جاه من والديه اللي هما اعلى منه. اذا الانا الاعلى في كاع القوانين ديال الوالدين ديال الكبار، ولكن هو راه باقي عنده الهو. علاش كتلقاه مره كيدير داك الشيء اللي قلتي لي، مره كيدير شي زبله؟ هذيك شي زبله راه الهو كيجرو لعدو، وعدو بحال عدو جوج كيجرو فيه، كيجرو الهو يدير هادي وعقلو تيقول لي لا، الهو كيجرو لهادي وعقلو. عنده صراع لداخل، عنده صراع، ندير ما نديرش، ندير ما نديرش، ندير ما نديرش. حنا كبار مثلا وديما عاد صحابكم الصراع كاين عند الصغار، الصراع كيبقى معاك. انا نقول لكم غير امتى كيتكون الانا الاعلى؟ ما بين 4 سنين و6 سنين، وكيبقى معاك حياتك كلها وانت عايش الصراع. داكشي كتلقى راسك بعض المرات كتقول والله ما فيها نمشي للخدمه، واقيلا غادي نعس حتى لديك ال11 ونوض نصوب واحد السيرتيفيكا وندفع للمدرسه. كنهضر على راسي اش كيقول لي الهو، ونقول لهم مريضه ونجلس نرتاح مع راساتي عييت. هذا الهو، حيت باغي الهو ديما باغي يتفرغ بشكل مباشر. الهو مسوق ولا في قوانين لا في نظام، عا باش تفهموا وليداتكم راه ماشي لخاطرهم، الهو مسوق في والو، الهو كيبغي يدير داكشي اللي قال ليه مخو، ما باغي يقرا، ما باغي يفيق بكري، ما باغي يضرب تماره، ما باغي والو. الان الاعلى بحال المطرقه، نوض تخدم، هذا سميتو الكذوب. لا غير تشرى لك صداع، غادي يجبد لك، غير يغوت لك باترون، سير تخدم خصك دير. ملي تيقول لك واحد الراس نوض تقعد تخدم، هذاك راه الان الاعلى. ملي تيقول لك واحد الراس ضربها بنعسه، هذاك راه الهو. شنو كيطرى هنا؟ كتدخل في واحد الصراع. شكون اللي كيفك لك داك الصراع؟ المكون رقم 3 في الشخصيه ديالك، في الهويه ديالك، اللي هو الانا. هذاك الانا جانب واعي عاقل هو الظريف فيه، هو داك الظريف فيه. تيمشي عند الهو تيقول ليه ولا صاحبي اصبر غندير لك خاطرك. كيفاش غدير لي خاطري؟ الهو تيقول لي دابا نوض نوض، حيت دابا الان شنو دورو؟ يخليهم بجوج على خاطرهم، بحال شي ام مسكينه عندها جوليدات مضاربين، خاصو يخلي هذا على خاطرو وهذا على خاطرو. حيت الا درنا خاطر الهو خلينا الان الاعلى، غتولي مريض نفسي. منين كيجيكم الامراض النفسيه؟ الا ضغطتوا على راسكم فوق القياس، اولا لا رخيتوا لراسكم فوق القياس. الا كنا كنديروا هذاك الشيء قلنا راسنا ما كنتسوقوش للمجتمع والقوانين وداك الشيء خاصنا نديرو، تكونوا شخصيه ضعيفه بوهيميه، يعني ما منظماش، حتى واحد ما كيعطيها قيمه وحاسه براسها معصبه. ويلا كنا كنديروا غير داكشي اللي تيقول الان الاعلى الان الاعلى الان الاعلى، هنا بالله يرضي عليكم واحد النصيحه، ما بقاوش تربوا ولادكم بزاف، غتخرجوا عليهم لا 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 لا، حتى كيولي الان الاعلى عنده غالب على الهو. الا غلب الان الاعلى على الهو كيعطينا مريض نفسي. اشنو هذا المريض النفسي؟ مريض نفسي عنده الوسواس القهري مثلا، اولا انفصام في الشخصيه، تتلقى حياته كله كيدير داكشي اللي قالوا لي والديه، كيوصل فتره المراهقه تيطلع ليه داكشي في راسو، لا تكون قاسيا فتكسر. كيولي ولدك مبدل عليك، كتقولي اوا ولدي تبدل 180 درجه، حيت كثرتي عليه صافي دابا باغي يتمرد، كدرت ما كان يصلي غيقطع الصلاه، حيت كنتي كتلزمي عليه فقل الفجر ويدير ويفعل وترك. عيا الهو انفجر، الضغط يولي الانفجار، اولا العكس مفشاه خلي وليدي يدير اللي بغا يفعل يترك، غيكبر عادي من المسؤوليه، ما عندوش الضمير، ما عندوش شي حاجه كتقول لي خاصك دير،
ما ندير والو، انا ما بغيش نقرا، انا ما بغيش نمشي مدرسه، انا ما بغيش نتخرج. انا دابا الوليدات عندهم مشاكل نفسيه، راه تتسولوا شنو باغي تكون، ما عنده حتى هدف في حياته. علاش؟ حيت اللي هو باغي ياكل، باغي الشيء اللي باغي ياكل وينعس ويتفرج راه غالب عليه الهو، واللي بسموم والقانون ومنظم بزاف وما كيضحكش وصارم فوق قيس، غالب عليه الان الاعلى. انا عطيتكم دابا فيلسوفات الماضي والحاضر، هذا وهذا العكس ديالو، بجوجهم مرض نفسيا. الا كان غالب عليه الان الاعلى غادي يخرج مريض نفسي عنده الوسواس القهري او البارانويا، بمعنى عنده ازدواجيه في الشخصيه والوسواس القهري كيولي موسوس. موسوس كنقولوا انا موسوسه بالنقا، كتسحب راسك حاجه زوينه راه حاجه خايبه فيك، راك مريضه نفسيا، غلب عليك الان الاعلى. الوسواس حاجه خايبه، حيت تربيتي فوق القياس وضغطتي على راسك فوق القياس وطبقتي القوانين فوق القياس. اذا الان شنو كيدير؟ كيوازن بيناتهم، تيكذب على الهو وتيكذب على الان الاعلى باش تبقى الشخصيه متوازنه. كيفاش؟ اش غايقول لك؟ غايقول لك نوض تخدم. الهو تيقول لي لا انا ما بغيتش نخدم، انا ما بغيتش نخدم، انا باغي نعس. انا تيقول ليه، تتقول لراسك انت نوض نوض تخدم، ولكن اليوم راه غنخرجوا من الخدمه بكري وما غاديش نمشي نقضي داك الغرض، وما غنمشيش لا قهوه لا والو، غادي نجي بكري وغنعس. الهو بحال شي دري صغير، حيت الهو غريزه بصح، غنجيو بكري غنعسو بكري، غنشبع ونعس، غتشبع نعس، غنوض كتنوض. لان الاعلى تا هو درتي ليه خاطرو كيفرح، تيقول الله ناض الخدمه ما بقاش نعس، كتحس براسك راضي على راسك، توازن، كتحقق التوازن، كتمشي لخدمتك واخا انت ما حاملش، كتمني نفسك بانك غترجع بكري وغتشبع نعاس. تقدر في الليل ما تنعش، عاك تضحك عليه بحال اللي كتضحكوا على وليداتكم صغار، تقدر تسهر عاوتاني، ولكن تتقولي غنعسو بكري غنعسو بكري، نوض نوض غتشبع نعاس في العشيه، غنوض يلا نوض يلا نوض نوض نوض. اذا الا قدرنا نوضو ونمشيو لخدمتنا بعد ما الهو قال لنا لا والان الاعلى قال لنا سيروا ومشينا وحنا مرتاحين باننا غنرجعوا بكري نعسو، اذا شخصيتنا متوازنه، اذا الان قدر يوفق بين الشخصيات. بقينا ناعسين مشيناش الخدمه راه غلب علينا الهو، نضنا مفزوعين واخا حنا عارفين راسنا ما غنعسوش ونعسوش في الليل ومشينا معصبين ومكارين ديك الخدمه، راه غالب عليك الان الاعلى. اذا علاش عطيتكم هذا التفسير كامل؟ باش نقول لكم على انه الهويه الشخصيه كتكون من الهو، دابا راه فهمتوا شنو هو، ومن انا الاعلى راك فهمتوا شنو هو، ومن الانا اللي كيوازن ما بين الهو والانا. هذا الانا مسكين كيبقى فيا مسخور حياته كلها، هو كيوازن بين الجوج، ما عنده مسكين حتى راي، ديما كيدير الخاطر لا دولة ديما لا دولة ديما لا دولة. داكشي كنقول واحد الراس قال لي واحد الراس قال لي، وانت كتلقى واحد الحل الوسط، ومن الافضل ديروا شويه الخاطر الهو ديالكم وشويه الانا الاعلى ديالكم، ما تكونوش كتضغطوا على راسكم فوق القياس. ومن هنا كنوجه نصيحه للمترشحين الاحرار، خصنا نقراو، خصنا نضبطوا الدروس كاملين، خصنا نزربوا، خصنا نفهموا، بقاي في القوانين تتلاشى، بقى حتى في القوانين تتفركل شويه، لا ارتاح، دير شويه خاطر الهو، تفرج شويه وقرا شويه، داف ولادك شويه وقراي شويه، شقاي في دارك شويه وقراي شويه. الهو انا الاعلى، الهو انا نعسي، ارتاحي عاد نوضي قرار، ما قريتيش نهار ولا جوج ماشي مشكل، تعوضيهم من بعد، غير باش تبقى الشخصيه متوازنه وما نضعفوش وما يكونش عندنا مرض نفسي. يعني الناس اللي تيصبحوا الصباح طالع عليهم الدم وما عارفينش علاش، راه عندك شي مشكل مع الهو انا الاعلى، ما عرفتيش توازن بيناتهم. اذا دابا هويه الشخص منين كتكون؟ من الهو ومن الانا ومن الانا الاعلى، والعلاقه بيناتهم راني شرحتها، علاقه صراع بين الهو والانا الاعلى، والانا يلعب دور الموازنه بين الان بين الهو والانا الاعلى. الهو مجموع الغرائز والانا الاعلى هو التربيه والسلطه الى غير ذلك. كثروا لي لايك والبارطاج باش ما يتقطعش. دابا تتكون الهويه من ثلاثه ديال الحوايج، الاول قالنا وحده، هذا قالنا جوج، هذا قالنا ثلاثه، واش ثابته ولا متغيره؟ اش بان لكم؟ حتى نهار ما كنا فيه ثابتين، ديما الهو انا الاعلى، الهو انا الاعلى، الهو انا الاعلى. اليوم حاملين راسنا، غدا ما حاملينش راسنا، اليوم باغيين، غدا ما باغينش. اذا كاينه واحد الديناميه، كاينه واحد الحركيه، كاين واحد التغير نفسي في شخصيه الانسان. يعني شخصيه الانسان شخصيه ديناميه ومتغيره. هكذا شرح لنا علم النفس هويه الشخص. برافو عليكم. الناس اللي معايا في العرض قالوا لك ما فهمناش جول لاشويي، خليو في العرض الخاص ونعاود نشرح لكم جول لاشويي، ولا تستافدوا كامل باش نطول على الاخوان، بارك عليهم ثلاثه الاطروحات، بارك عليهم، تلاقاو في الجروب الواتساب ونعاود نشرح لكم جول لاشويي مزيان.
اذا دابا غادي نقلب الكاميرا كما وعدتكم وغنكتب هادشي اللي قلت باختصار على شكل خطاطه باش تفهموا مزيان، ومن وراها غيتسالى اللايف فاهمين. واقول لكم من هنا راه قريت كاع لي كومونتير زوينين، شكرا على التشجيعات ديالكم. كما اقول دائما اهلي حشمنا معكم من تواضع لله رفعه. الفريق الادبي الثانوي التاهيلي راه فريق فيه اساتذه اكفاء، ماشي من هب ودب يدير فريق ويقول لك اجي تقرا. حنا اساتذه اكفاء، كنا عندنا تجربه طويله وباع طويل واعترافات كبيره وكثيره، لا من مؤطرين تربويين ولا من المديرين ديالنا ولا من التلاميذ ديالنا، والحمد لله تنخدموا بجد وما تنغشوش، وباغي الخير لروسنا ولولاد الناس. علاش؟ حيت حنا عندنا وليداتنا، وكيف ما كنديروا الخير في ولاد الناس كيجيب الله اللي يدير الخير في وليداتنا. ولا ظلمنا شي حد او لا ضرينا شي حد، اكيد داكشي غيتصرف فينا وفي ولادنا، وحنا ما بغيناش هذا الشيء لا لينا لا لولادنا. ودعواتكم دعوات الخير راها كتوقف معنا بظهر الغيب، سواء كتبتوها في لي كومونتير ولا قلتوها غير من القلب ديالكم، اقسم بالله كتوصل. وكنقول لكم شكرا جزيلا على دوك الدعوات ديالكم. لا انا لا استاذ احمد لا استاذ المغراوي لا استاذ الغالي الله يشافيه لا استاذ المزلزي لا استاذ فرار لا كنخاف نكون لا استاذ سيمو، كلشي كيخدم بجد. ما تبقاوش تسمعوا الاشاعات ديال راه ما غيبقاوش يخدموا معكم، راه غيحيدوا اللايفات. حنا ما غنحيدوا لا لايفات لا والو، اللايفات ها هما مسجلين تيجيو خوتنا اللي مساكن خدامين وما عندهمش الوقت. وعلاش قلت لكم ديروا الخاطر الهول انا الاعلى؟ انا اليوم عذرت الناس اللي كيتفرجوا في الماتش ديال المغرب مع الشيلي اظن، الهو مشي يتستمتع شويه ويجي يقرا الان الاعلى، ماشي لا حضر دابا ما تتفرج ما تستمتع، موت انت باش تقرا بشويه عليك، العقل راه مرن، خلي المعلوم شويه. الناس اللي كيتفرجوا في الماتش الله يسهل عليهم، يسالي الماتش، ها هو اللايف هنا، ما تنساوش غير تبارطاجيو وتفيدوا الناس اللي ما عندهمش حس. اللايف هنا تبارطاجيو ولا ما تبارطاجيوش، حنا ما عندناش هدف ربحي، راه فيسبوك هذا، صحاب نجمة السا، بارطاجيو باش تعم الفائدة، عوض ما يقول 1000 واحد الله يرحم الوالدين، ماذا بينا يقول 10000 واحد. شكرا لكم، انا دابا غنقلب الكاميرا وغنكتب لكم هادشي اللي قلت في خطاطه باش تقدروا تسجلوه. غيبقى مسجل، ما كاينش شي لايف الفريق الادبي غيتحيد، هادوك غير اشاعات من الناس جبناء انا اظن، لان اللي ما عندوش كاريزما باش يبين راسو واعر في الخدمه كينوض يبدا يشهر بفروق اخرين. بدليل حنا والله ما مساليين نشوفوا الفروق الاخرى اش كيقريو واش بداو ولا ما بداو. اقسم بعزه الرحمن ما كندخل ما كنعرفش حتى الاساتذه اللي معايا في الماده اش كيقولوا ولا كيفاش كيشرحوا ولا اش قالوا، لانني انا مركزه على انا نقرا ونكون راسي باش نعطي مزيان. ما تشغلوش بعباد الله، كل يديها في راسو. قلت لكم قبيله انا اشك انا افكر، اذا انا موجود. لكل منا عقليته ولكل منا طريقه تفكيري، وانا ما غنفرضش طريقه تفكيري على الاخر، وما يمكنش يجي الاخر يفرض عليا طريقه التفكير ديالي. اذا على بركه الله يا ربي تخدم لي هذا، راه في العرض الخاص السيبوره تعكست لينا البارح والبارح. العرض الخاص كنديروا فيه اللايف يوم الاربعاء مع 10 د الليل، ها هو غادي تعكس عاوتاني السيبوره. انا ما بقيتش كنفهم ليها مالها، اذا غنحاول نبقى شاده بيدي. صافي كتب لي السبوره واقيلا خسرات، نبقى شاده بيدي. اذا هويه الشخص المفارقه هي ستي لي هذا اما ان نقول ان تقوم هويه شخص على ما هو ثابت فطري ام على ما هو تقوم هويه شخص على ما هو متعدد يعني اكثر من مكون واحد او متغير على حسب الفلاسفه. عندنا الاشكال اللي كيتطرح هو كالتالي، شوفي لي السيلو زرق صافي صافي بلاش. الاشكال
لا صافي. ما أساس هوية شخص علامة استفهام، وهل هذا الأساس ثابت أم متغير؟ علامة استفهام. إذن المحور سميته هوية الشخص، مفارقة المحور، هناك فريق يرى أن هوية الشخص تقوم على ما هو ثابت فطري واحد، وهناك من يرى أن هوية الشخص تقوم على ما هو متعدد أو متغير. الإشكال، ما أساس هوية الشخص، وهل هذا الأساس ثابت أم متغير؟ الأجوبة هي كالتالي: نعم، العرض الخاص كنديروه في الواتساب وغرفة مغلقة في الفيسبوك، وعندهم بي دي اف جاهز بحال هكا. هذا مثلا ديال العرض الخاص. ها هي مزوئات الوضع البشري، مفهوم الشخص استاذ نوال القاني، محور الاول شخص الهويه، المفارقه هي مصوبه، ما يحتاجوش يشرو مقرر. ها هما المواقف، ها هي الخلاصه، ها هما الذي يميز كل موقف على الاخر. هذا مخربق حيت خدمت به في العرض الخاص نهار الاربعاء. دابا المواقف، موقف الاول والثاني والثالث. دي هذا موقف الاول، هو موقف روني ديكارت. اساس هوية الشخص هو العقل المسؤول عن الشك والتفكير. جون لوك هذا القرن 17 وحتى القرن 17 ميلادي. جون لوك أساس هوية الشخص الشعور والذاكرة. الشعور قلنا هو الحواس زائد الفكر. جول لاشولي، عفوا خدمنا بسيغموند فرويد، إذا فرويد القرن العشرين. أساس هوية الشخص هو هكذا البنية النفسية الثلاثية للشخصية. البنية النفسية الثلاثية للشخصية التي تتكون من الهو ضد الأنا الأعلى، ويجمع بينهما الأنا. إذا عندنا الهوية الشخصية مكونة من ثلاثة، وبيناتهم واحد الدينامية وواحد الحركية، لأن دائما كاين تغير. في حين هنا كنهضروا على هوية متعددة ما مكوناش من مكون واحد، ولكن مكونة من جوج المكونات. وهنا كنهضروا على أن الهوية قائمة على عنصر واحد وهو الفكر، وهذا الفكر جوهري ثابت لا يتغير. هنا هوية الشخص ثابتة لكنها متعددة، لا تتكون من عناصر متعددة، عفوا تتكون من عناصر متعددة. هنا تتكون من عناصر متعددة لكنها دينامية وحركية ومتغيرة. واضح؟ إذن هاي الورقة. أتقولي أستاذة يكفي أنك تفهم هادشي وتعبر بالأسلوب ديالك، حتى واحد ما كيطلب منك تكون حافظ أطروحات. علاش ما تبقاوش تقولوا استاذ فين هما الاطروحات باش نحفظوا؟ ما قلناش لكم حفظوا الاطروحات، فهموا هادشي اللي قلت وعبروا عليه باسلوب ديالكم. غير ركزوا على ان اساس هويه الشخص هو العقل الذي يقوم بالشك والتفكير. هنا اساس هويه الشخص يقوم على الشعور والذاكره، اي استخدام الحواس والفكر واسترجاعها عن طريق الذاكره لنربط بين الماضي والحاضر ونتاكد اننا نفس الشخص لم نتغير. كذلك هنا البنيه النفسيه الثلاثيه الشخصيه. أضيف إلى ذلك التعريف. التعريف الأول هو تعريف الشخص، شي خصنا نعقلوا عليه. بيرسون، لا بيرسون. الشخص هو الذات الواعية العاقلة
القادرة على تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية. ثم التعريف الثاني هو الهوية، إيدنتيتي. الإيدنتيتي هي الشيء الثابت الذي يبقى هو لا يتغير، مطابق لذاته. إذن هذه هي المفاهيم المركزية التي يجب علينا تذكرها جيدا: مفهوم الشخص، مفهوم الهوية، مفارقة هذا المحور. هناك من يرى أنه شخص تقوم على ما هو ثابت وفطري، هناك من يرى أنه شخص تقوم على ما هو متعدد أو متغير. الإشكال ما أساس هوية الشخص، وقينا على أن الأساس هنا هو العقل، وهنا الشعور والذاكرة، وهنا البنية النفسية الثلاثية الشخصية. وهل هذا الأساس ثابت أم متغير؟ شفنا كذلك الأجوبة اللي قدموا لنا الفلاسفة. هنا كاين التغير، هنا كاين التعدد والثبات، هنا كاين الوحدة والثبات. أخيرا المفاهيم المركزية والخلاصة التي سنخرج بها في هذا المحور هو أنه لا يمكننا الخلاصة، لا يمكننا حصر، كتب كبير باش يبان، لا يمكننا حصر هوية شخص في عنصر واحد، بل كل هاته المقاربات، المقاربات هي الأطروحات، المقاربات تكمل بعضها البعض. هتقولي أستاذة فين غنحتاجوا هذا؟ في الخاتمة. دائما أي موضوع فلسفي كتبتوه تابعكم واحد التركيب اللي هو الخاتمة عليه ثلاثة أديال النقاط، تيكون فيه واحد الرأي الشخصي، تقدر تاخذ هذا كرأي شخصي على أننا نكون محايدين، ما نقولوش حنا مع ديكارت ولا مع جون لوك، لا نتحيز، لأن لكل درس فلسفي قيمة فلسفية يريد أن يرسخها هو قبول الاختلاف، الرأي والرأي الآخر. نحن لن نختلف مع أي فيلسوف، بل سنتفق معهم جميعا، لأن لكل واحد منهم وجهة نظري الخاصة التي أقنعنا بها، ووجدنا أن الأفكار تكمل بعضها البعض. ففعلا هويتي في عقلي، وفي نفس الوقت في شعوري، وفي ذاكرتي، وفي بنيتي النفسية الثلاثية الشخصية. كل هذه المكونات تدخل في الهوية، فالهوية لا تقوم على عنصر واحد، بل على عناصر متعددة. إلى هنا أقول لكم تحية فلسفية متواصلة لكم جميعا، عساكم بألف خير، أتمنى أن أكون قد أفدتكم. نلتقي الأسبوع المقبل نفس التوقيت، ولكن يمكن مرة ندير لايف على حسب أنا ظروفي، الهو ديالي الهو الآن الأعلى، مرة غندير لكم لايف. أنا اضطريت أن اليوم ندير لايف مفصل، حيث هذا أول درس وأول حصة باش الناس ما يتلفوش، ومن بعد نقدر مرة ندير لايف ومرة ننزل لكم فيديو يشرح الموضوع الذي وصلنا إليه. المهم راه غنبقاو غاديين بالترتيب، فاهمين؟ إذا دمتم في رعاية الله، ما تنساوش تبارطاجيو اللايف، راه غادي يبقى الناس اللي محتاجين الله يسهل عليهم، واللايف راه مسجل حتى تدوزوا إن شاء الله الامتحان الوطني موفقين بإذن الله. شكرا على لي كومونتير، كي قلت لكم في اللايف الأول حتى كنسالي اللايف عاد كنبقى نقرا لي كومونتير وكنجاوب اللي قديت عليه، وكنفرح بزاف بلي كومونتير زوينين. شكرا لكم، الله يوفقكم لما هو خير. نصيحة اليوم، نصيحة اليوم، كل نهار نصيحة، ما تضغطوش على راسكم بزاف، شوية دلهو شوية دلأنا الأعلى، وازنوا باش تكون عندكم شخصية سوية وما تطيحوش في المرض النفسي. ونسيت ما قلتش لكم، الناس اللي تغلب عليهم الان الاعلى يقدروا يمشيوا حتى لدرجه الانتحار والاكتئاب. هذا باين غالب عليهم درجه الان الاعلى راه تيطيحوا، الناس اللي عندهم اكتئاب راه غالب عليهم ان الاعلى، الناس اللي عندهم وسواس قهري غالب عليهم ان الاعلى، الناس اللي كيفكروا في الانتحار انا الاعلى، ضغطوا على راسهم بزاف القوانين، القوانين داروا خطر للناس ونساو روسهم. ما تنساوش روسكم، الله يرضي عليكم، انتم اغلى ما في الكون. الناس اللي غلب عليهم الهو باش نقدروا نعرفوهم، كلنا اعزكم الله كنكونوا غادي بالزقه، وكيبان لنا واحد فاقد قانون السببيه، نقول بلغه علم النفس لا نقول انه مجنون، كنقولوا بالدارجه مجنون، مسطي، محيد حويجو كاملين، عريان، اذا ولا كيشبه الحيوان، غلب عليه الهو، ما هو غريزي، كيبرز اعضاءه التناسليه للزنقه، غلب عليه الهو، مشعكك مغوفل موسخ بحال الحيوانات، غلب عليه الهو، واللي كتلقاه يسلم عليك ويعاود يغسل، تجفف وتعاود تمسح، دخل شي حد تعاود تمسح،
هذيك غالب عليها الانا الاعلى، نقى 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 القوانين النظام. اذا ما تخليوش الانا الاعلى يغلب عليكم، وما تخليوش الهو يغلب عليكم، ديروا واحد التوازن، شويه من هنا وشويه من هنا، باش تكون شخصيتكم متوازنه، فاهمين؟ والا غتكونوا نتوما الخاسرين وغتخسروا نفسكم قبل ما يوصل الامتحان الوطني. الامتحان الوطني ما هو الا اختبار بسيط جدا، عادي جدا وسهل جدا جدا، ما غيسولكمش على شي حاجه جايه من المريخ ولا من كوكب زحل، غيسولكم غير على هذا الشيء اللي قريتوه وهذا الشيء اللي كنعيشوه في الحياه ديالنا نون ستوب، ما توقفوش. ما فهمتيش؟ انا بالنسبه لي كتب وعمر الورقه، لا تقف، ما تبلوكاش، ما تحبسش، وما تبلوكيوش الدماغ ديالكم، قرا 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 قرا، شويه لربي وشويه لقلبي. صافي، يلا تحياتي لكم.